نقرأ فيما يدور في العالم. تنضم إلينا من دبي السيدة نادية البلاسي وهي محللة الأسواق في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك معنا، ودعينا بدأ نتحدث عن معادلات التضخم التي باتت هاجس يعني يشغل بال العالم. على الرغم من التراجعات النسبية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن التضخم لا يزال قويا في أوروبا، كيف تقرؤون ذلك؟ أرقام التضخم في المملكة المتحدة البارحة وصلت إلى 11.1%، أي 10% قفزة مقارنة بالشهر الماضي، على الرغم من جهود بنك إنكلترا لرفع أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس. هذا بالطبع يزيد من الصعوبات على وزير الخزانة جيريمي هانت، فالخيارات الوحيدة أمامه والأدوات الوحيدة أمامه هي أن يركز على سياسة نقدية تشددية والتركيز على الأدوات الأخرى التي يمكنهم استخدامها لخفض التضخم الذي هو عند أعلى مستوياته في 41 سنة. مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن رفع أسعار الفائدة كان قد ساعد دون أدنى شك في خفض مستويات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية مقارنة بالاقتصاد البريطاني. جيد، البيانات الصينية الأخيرة يعني أثارت ضعف واضح في الشهية تجاه السلع، كيف يؤثر ذلك على النفط وتعاطي التنين الصيني مع هذه السلع الاستراتيجية؟ الصين هي أكبر مستوردي النفط الخام، ولكن حاليا الصين تواجه تعطلا في سلسلة الإمدادات، وهناك الكثير من التعقيدات الناجمة عن تداعيات جائحة كوفيد-19 وسياسة صفر إصابات. البارحة كان لدينا مبيعات التجزئة التي انخفضت ب 0.5%، وبالتالي هذا انخفاض حاد، ولكنه طبيعي نظرا للمشاكل الاقتصادية التي تواجهها الصين، حيث أن هناك العمل على فتح الاقتصاد. هناك أيضا مرة جديدة WTI هو عند مستوى 83 ونطاق يصل إلى 93، في حين أن البرنت منخفض جدا مقارنة بالمستويات التي كانت قد سجلت من قبل عند 130 خلال هذا العام. وبالتالي نحن نرى بأن أسعار النفط سوف تبقى تحت الضغط، على وجه الأخص أن أوبيك بلس كانت في توقعات تشير إلى أن الطلب على النفط لعام 2022 و23 سيكون أقل، وبالتالي هذا يضغط على أسعار النفط. أسهم التكنولوجيا تراجعت بعض الشيء في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يقودنا للسؤال عن الصين أيضا والتي تتجه إليها الأنظار في محاولة لفتح أسواقها بعد هذه العمليات التي تجري تبعا لسياسة الصين في زيرو كوفيد 19 وعمليات الإغلاقات المستمرة. Yes, we saw that technology قطاع التكنولوجيا في الصين كان قد تأثر بشكل كبير، وتأثر حتى بما حصل في وول ستريت، ولكن بسبب مسألة شبه الموصلات وهذه الأزمة، فالمسألة هنا ليست فقط مرتبطة بإمدادات النفطية، بل حتى شبه الموصلات والمصانع التي أغلقت جراء الإغلاقات التامة والتداعيات إجراءات كوفيد-19، فبالتالي أثرت على أسهم التكنولوجيا. وكما سبق وأشرت أيضا، هي تأثرت بما حصل في الولايات المتحدة الأمريكية. الصين لم ترفع أسعار الفائدة، تبقيها على ما هي عليه، ولكن الصين تتأثر بما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تؤثر على الاقتصادات الأخرى، دون أن ننسى أيضا حرب روسيا على أوكرانيا التي بدورها تؤثر على حركة الأسهم وطريقة تداول الأسهم، وبالتالي هذا في ظل التوتر السياسي الكبير. أشكرك نادي البلاسي، وأنت محللة الأسواق في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك.